هاي، أنا سارة رياض. كل سنة وانتو طيبين. النهاردة هنعمل منيو سحور لطيف قوي، هيكون عبارة عن فول بالحمص وبيض مقلي في الفلفل الألوان وجبنة بالطماطم التشيري والجرجير وزبادي بالجوز هند والمكسرات. أول حاجة هنبدأ بالفول بالحمص. في طرق كتير قوي للفول بالحمص وبيليقوا قوي على بعض، وأنا بحب أعمله بالطريقة دي، يكون الحمص مهروس وعليه الفول حب كامل. تاني حاجة هنعمل بيض مقلي جوه الفلفل الألوان. لو كل يوم بناكل بيض على السحور، أكيد الناس ممكن تبتدي تزهق من البيض المسلوق أو الأوملات العادي، فدي طريقة جديدة ومختلفة وملونة وبيكون شكلها حلو قوي على الترابيزة في السحور. تالت حاجة هنعملها جبنة بالطماطم، بس هنعملها برضو بشكل مختلف. بدل ما نحط طماطم عادية نحط شيري توميتوز، وهنفرش جرجير تحتيها عشان برضو يزود لون ويكون شكلها حلو. آخر حاجة هنعمل زبادي بجوز الهند والمكسرات ونحط عليه دبس البلح. عادة الزبادي بتحط عليه عسل أو سكر، بس دبس البلح كمان بيكون حلو قوي معاه. جربوا المنيو دي في السحور، وكل سنة وانتوا طيبين.